بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد وفي حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة قبل ما أخش في تفاصيل الحلقة ومحتواها ومفاجآت اللي احنا عاملينها لحضراتكم في الحلقة، أنا عندي كلمتين كده الحقيقة عايز أقولهم مني لجمهور النادي الأهلي. طبعا مباراة امبارح، مباراة الأهلي والزمالك لكرة القدم اللي تابعناها كلنا، أكيد احنا زعلانين، ده وضع طبيعي جدا. ولكن خلينا نتكلم بقى بكل منطقية، هو إيه اللي حصل؟ احنا خسرنا مباراة؟ خسرنا مباراة، ولكن لم نخسر بطولة. النادي الأهلي دائما أبدا على مدار التاريخ هدفه هو البطولات. اللي بيتكتب في الإحصائيات واللي بيتكتب في التاريخ واللي بيوصلك تاخد حتى نادي القرن هي البطولات مش الماتشات. طيب ماتش زي ده جه في توقيت نقدر نعوض ونقدر نعالج الأخطاء، في أخطاء؟ في أخطاء طبعا. بتتصلح؟ بتتصلح، وأنا عارف أنا بقول إيه. كل حاجة بتتصلح، بس مش كل حاجة بتتقال، ومش كل حاجة بنعملها بنقولها. صدقوني كل حاجه بتتصلح، انا بقول لكم الكلام ده واحنا مش مصرحين اكيد نقول معلومات، وعمر ما قناه النادي الاهلي بتقول معلومات غير اللي بيقولها النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي لسه عندنا بطوله الدوري، بطوله افريقيا للهدف الكبير للنادي الاهلي. انا عايز اقول لكم النادي الاهلي طبعا ولا يخفى عليكم الكلام ده ولا عليا ولا على اي حد، النادي الاهلي بيتعرض لهجمه شرسه عمره ما تعرض لها في حياته. اكيد انتوا عارفين الكلام ده وشايفينه، واحنا عارفينه وشايفينه. والنادي الاهلي اقوى من اي مطبات شافها في تاريخه، مش انا اللي بقول، النادي الاهلي فعلا اعلى واقوى من اي مطبات هتقابله، وعدى المطبات دي على مدار تاريخه، بس عدى بيكم انتوا. النادي الاهلي عدى المطبات بيكم انتوا، بيكم وبتلاحمكم ووقوفكم ورا النادي الاهلي. دلوقتي النادي الاهلي عدى مطب، مطب ويعدي بيه اي فريق كبير، ولكن انتوا اللي هتساعدوا وهتقفوا في ظهر النادي الاهلي. كل الدعم، انا هيثم السعيد، أنا أقل واحد في هذه المنظومة، أنا آخر واحد في جمهور النادي الأهلي. دعم متناهي متناهي للنادي الأهلي إن شاء الله لغاية ما يحقق البطولات اللي هو عايزها. أوعوا حد يخش من جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي نفسه. إحنا في ظهر النادي الأهلي، إحنا بنقول دايماً ودي يعني شعار إحنا دايماً حاطينه على الحلوة والمرة، مرة إيه اللي شفناه مع النادي الأهلي؟ إيه المر اللي شفناه مع النادي الأهلي؟ بصراحة يعني خلينا نقول بأمانة، إيه المر اللي شفناه مع النادي الأهلي؟ خسارة مباراة بيحصل في أي حتة. ولكن النادي الاهلي عمره ده غيرنا بقى، يعني معلش هو اللي يقول اللي شاف مر، انما احنا كالنادي الاهلي او كمشجعين النادي الاهلي دائما ابدا كان النادي الاهلي هو مصدر سعادتنا. النادي الاهلي هو مصدر سعادتنا، مر ايه اللي شفناه؟ ولكن هنا الاختبار الحقيقي، جمهور النادي الاهلي لازم يدعم، وانا اولهم، لا انا اسف انا اخرهم، بدعم النادي الاهلي بلا حدود، ولازم اللعيبه والفرقه والنادي ومجلس إدارة كل من ينتمي لهذه المؤسسة يحس بهذا الدعم. والدعم ده اللي هو كان دائما أبدا هو جسر الممر فوق أي مطبات، اللي طبعا أنتوا عارفينها وأنا عارفها وكل مصر عارفة النادي الأهلي بيتعرض لإيه. خلينا نحط إيدينا في إيدين بعض، وكل الدعم نقول من النهاردة، كل الدعم لفريق الكورة وكل الدعم لجهازه الفني. عندنا شهر مصير إن شاء الله ننسى اللي فات ونيجي على اللي جاي، وانا بقول لكم انا عندي ثقه يعني وانا مغمض النادي الاهلي هيفرحنا وهيفرحنا سنين طويله كمان، لان هو ده النادي الاهلي. انا اسف انا يعني طبعا انا يعني مش بغطي الكوره، بس الموضوع ما بقاش كوره اصله، الموضوع ما بقاش كوره، الموضوع بقى النادي الاهلي. فلازم هنا يبقى في وقفه وهنا نتكلم. دي رساله مني لجمهور النادي الاهلي، واتمنى ان انا المس ده، واتمنى ان مش انا، مش مهم انا المسه هيثم السعيد، المهم ان اللعيبه تلمسه والجهاز الفني والنادي يلمس هذا الدعم، كل الدعم وكل الوقوف بجانب النادي الاهلي. خلينا نرجع لحلقتنا. حلقتنا النهارده الحقيقه كما عودناكم بنغطي كل الالعاب الاخرى يوم الاحد والاربع. النهارده عندنا اخبار تخص النادي الاهلي داخل جدران النادي الاهلي، واخبار ايضا عالميه، وعندنا الحقيقه لاول مره قناه النادي الاهلي تعمل الكلام اللي هقوله لحضراتكم ده، ان احنا لو عندنا مباراه مهمه او اسبوع مهم او حدث مهم للفرقه من فرقنا بتتحرك برنامج اسره برنامج الابطال كله، وتنزل لهذا الفريق تأزره وتنقل لكم تغطية خاصة من كواليس التدريب والاستعدادات. الكلام ده ما كانش بيحصل في قناة النادي الأهلي، بيحصل دلوقتي. احنا اتحركنا كلنا كفريق عمل برنامج الأبطال وقناة النادي الأهلي، رحنا حضرنا كواليس وتدريب فريق كرة السلة رجال. طبعا انتوا عارفين كرة السلة رجال عندهم اسبوع مصيري واسبوع حاسم جدا، عندنا الكاس مصر قبل النهائي اللي هيتلعب كمان لحظات مع سبورتنج، ان شاء الله نتأهل بعد بكرة النهائي. يوم السبت اللي جاي عندنا مباراة الجزيرة جيم 4 في البلاي اوفس، او المباراة الرابعة في البلاي اوفس، لو كسبناها نطلع الفاينل. اذا هو اسبوع الحسم، كان لازم نروح نعمل تغطية خاصة ونخش للكواليس
ومش بس ده، تغطيه حصريه وتغطيه عن قرب للعيبه والجهاز الفني والمحترفين اللي معانا، وكل الكلام ده جبناه لكم على شاشه قناه الاهلي، هتستمتعوا بالكلام ده جدا جدا جدا. وكل يوم احنا الحقيقه بنقعد نفكر ساعات وساعات ازاي نجيب الجديد وازاي نجيب الحاجه اللي تشرف جمهور النادي الاهلي ومتابعين الرياضه عامه في مصر. نرجع لاخبار النادي الاهلي، وزي ما قلنا هيبقى دايما معانا اخبار كره اليد في الاول، عشان دايما هنفضل ننوه ان عندنا حدث مهم في يناير القادم، وهو كاس العالم اللي بيقام على ارض مصر، كاس العالم بمشاركه 32 فريق. فطبعا اليد معانا مكمل، اليد معانا ومكمل لغايه شهر يناير اللي جاي وبعد كده، لان الحقيقه اليد اصبح هو اللعبه الشعبيه الثانيه نتائج وكل شيء. رجال اليد هزموا الظهور، كان في مباراه وديه، هزموا الظهور بنتيجه 36-24. طبعا كابتن طارق محروس ما زال، وكمان في لو تفتكروا في التقرير اللي فات، طبعا دي لقطات من الحصريه طبعا من المباراه، قال لنا ان انا همشي بالتوازي مع اللعيبه التسعه اللي راحوا المنتخب، ما ينفعش انزل مع اللعيبه اللي موجوده معايا عشان لما يرجعوا التسعه ينضموا للفريق نكون الفريق جاهز ويبقى عنده ما فيش فرق زي ما بيقولوا سرعات. كابتن طارق محروس مستني، واحنا كمان مستنيين قرار الاتحاد. اتحاد كره اليد حتى الان ما خدش قرار وهيستأنف الموسم ولا لا، كلنا في ترقب ومستنيين، احنا جاهزين وبنتمرن، صفقاتنا جاهزه، امورنا ماشيه ومستنيين اللي هيحصل من اتحاد اليد. لعبنا احنا جاهزين للمباريتين بتوعنا، نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك، وان شاء الله كل الدعم لفريق كره اليد. طبعا كاميرا الابطال كانت حريصه انها تحضر الماتش وتصور هذا التقرير، اروح للتقرير وارجع لحضراتكم تاني. اللعيبه كلها ادت بشكل كويس، بيتطوروا من اسبوع لاسبوع، ماشيين بخطوات ثابته طبقا للبرنامج اللي اتحط يعني. ماشيين كويس طبعا، ولكن احنا عندنا نقص عدد كبير جدا طبعا. احنا عندنا 9 لعيبه في المنتخب الاول معسكرين، فاحنا طبعا كان برضو الحمل عالي قوي ان هم، احنا عندنا حوالي 7-9 لعيبه بس هم اللي بيلعبوا النهارده، ولكن ادوا بشكل طيب جدا يعني، ادوا بشكل كويس. كلنا بنبذل اقصى جهد عندنا ان احنا ان شاء الله نكسب دوري وكاس وافريقيا ان شاء الله طبعا. الفريق ادى مستوى هايل طبعا. احنا في الملعب احنا اتمرن حوالي 8 لعيبه، اللعيبه بتاعتنا كلها في المنتخب، فالحمد لله يعني احنا كل في مركز مثلا في حوالي 1 أو 2، فكله يعني تعب النهارده، كله لعب، حتى في ناس لعبت مش في مراكزها، بس الحمد لله كل الناس ادت مستوى هايل. عندنا يعني مش احسن حاجه عندنا، بس لسه يعني لسه سيزون في بدايته، فان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن من كده بكتير يعني. ان شاء الله احنا طموحاتي واهدافي اللي احنا يعني ناخد 3-4 بطولات اللي احنا نخشهم في النادي الاهلي، ده اكتر حاجه يعني بفكر فيها الفتره الجايه عشان تبقى بدايه. كان في اخفاقات السنه اللي فاتت واللي قبليها، ان شاء الله تبقى يعني فتح السيزون جديد علينا، تبقى ان شاء الله حاجه كويسه، ناخد 4-5 بطولات ان شاء الله كلنا نخش فيهم باذن الله يعني. الله يبارك في حضرتك، شكرا. كرة اليد زي ما شفتوا حضراتكم عندنا يعني زي ما بيقولوا فرق سرعات، 9 لعيبه هيبقوا في المنتخب والباقي بيتمرن مع كابتن طارق محروس، لازم لما دول يرجعوا مع دول يبقى السرعات واحده ويبقى الفريق جاهز لاستئناف الدوري، ده اذا اتحاد اليد خد قرار باستئناف الدوري. خلينا نروح للكره الطائره رجال. كره الطائره رجال كان عندهم 4 مباريات، منهم مباراتين متاجلين عشان البطوله العربيه اللي اتلعبت في مطلع هذا العام واللي فاز بيها النادي الاهلي. كان اهم مباراه كانت مباراه الطيران، النادي الاهلي لعبها وفاز بيها، فاز بنتيجه 3-1، وكانت نتيجة الأشواط 25-16 25-16 21-25 25-17. الأهلي بعد الفوز ده هو تصدر الجدول برصيد 42 نقطة. عندنا ماتش بكرة مهم، ماتش مع بتروجيت، لو قدرنا نكسب إن شاء الله هنفرق عن التاني اللي ورانا اللي هو نادي الزمالك بفرق 4 نقاط. الحقيقة يعني إحنا الماتشين المؤجلين دول اتلعبوا إحنا هنبقى لاعبين زي الفرق كلها، وهنبقى فارقين كمان 4 نقاط. إن شاء الله إحنا مش قلقانين على الطايرة، فعلا الفريق بامانه يا ربنا يحميهم يا رب، دايما الطايره بتحلق في مكان اخر. كل الدعم والف مليون مبروك، وان شاء الله فوز مباراه بكره يخلينا نفرق 4 نقاط، ودي حاجه تريحنا جدا جدا في مشوار الدوري. طيب اروح لكره الطايره سيدات. طبعا كابتن حمدي الصافي واللاعبات كانوا لعبوا مباراه وديه مع الشمس، النتيجه طلعت 4-0. طب هتقول لي ازاي يا كابتن؟ طب ما المباريات بتبقى
ثلاثة بتبقى الماتشات ثلاثة، لا ما هو انت في الماتشات الودية ممكن تزود زي ما انت عايز عشان تتغرب لعيبتك والفرقة التانية برضو تجرب لعيبتها. كسبنا 4-0 وجهزهم لماتش سبورتنج القوي. الحقيقة احنا عندنا ماتش سبورتنج، سبورتنج عامل فرقة كويسة، عندنا ماتش سبورتنج اللي هيكون بكرة في اسكندرية ان شاء الله. الماتش ده جهزهم، كابتن حمدي مطمن على اللاعبات، الدنيا جميلة. احنا رحنا طبعا صورنا معاهم تقرير، وكامة الابطال لازم تكون معاهم زي ما وعدناكم ان احنا، وصورنا معاهم تقرير وشفنا الاستعداد ايه. اشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. الفترة اللي جاية احنا بالظبط فاضل لنا 4 ماتشات، اول ماتش يوم الاثنين يوم 24. احنا بنستعد اصلا قبلها من كتير جدا، وان شاء الله هو الماتش في اسكندرية، مسافرين قبلها بيوم طبعا ان احنا ناخد الدوري والكاس، يعني ده اهم حاجة الفترة دي. بنحاول ان احنا يعني نشوف الغلطات فين ونعملها في التمارين وكده ونتمرن عليها علشان نقدر ان احنا ننافس الفترة اللي جاية في الماتشات اللي جاية، ان احنا نقفل السيزون ان شاء الله بالدوري والكاس. الحمد لله طبعا بعد فتره التوقف كان الموضوع صعب شويه، بس ابتدينا ان احنا نرجع واحده واحده، وده يعتبر تاني ماتش ودي نلعبه. الماتش اللي فات كان مع نادي الصيد، فريق قوي، الحمد لله قدرنا نرجع من خلاله يعني ناخد تاني على جو الماتشات والملعب، وده كان تاني ماتش. طبعا بيبقى الاداء كل فتره بيتحسن عشان نقدر نجهز ان شاء الله ليوم ماتش 24، هيكون ماتش مع سبورتنج على ارضهم، فطبعا مباراه مش سهله، فكان لازم ان احنا نقدر نلعب ماتشات ودي قبل ما نلعب الرسمي. بنعمل ماتشات ودي، الكابتن بيبتدي يرجع كل اللعيبه لياقتها البدنيه عشان نبقى جاهزين للماتش اللي جاي، وطبعا بنبتدي طبعا ندرس يعني الفرقه اللي هنلعبها ان شاء الله. والله دي تقريبا تاني مباراه لنا وديه بعد طبعا فتره توقف كورونا. اللعيبة الحمد لله أحسن من المباراة الأولى، يعني لعبنا المباراة الأولى مع السيد فوزنا 3-0، النهاردة فوزنا 4 أشواط. عارفين المباريات الودية بيبقى عدد أشواط مفتوح زي ما احنا عاوزين، الحمد لله النهاردة فوزنا بال4 أشواط. اللعيبة طبعا ابتدت تستعيد جزء كبير من مستواها، اللياقة البدنية، معدل اللياقة البدنية بتاعها ابتدى يرتفع أكتر من الأول، فإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية عندنا مباراة مهمة مع سبورتنج، هتبقى مباراة مهمة جدا لحسم الدوري لينا بإذن الله، مركزين فيها جدا وكل اللعيبة مركزة فيها، وباذن الله الفتره الجايه اللعيبه هتبقى احسن. بس احنا ضاغطين الفتره دي جدا في موضوع اللياقه وضغط التدريبات، لان الفتره التوقف كانت طويله، بس الحمد لله اللعيبه احسن من الاول وابتدوا يجهزوا جدا فنيا وبدنيا الحمد لله. والله هي اصابات خفيفه، كان ساره امين شد في الظهر، كان فريده عسقلاني عندها برضو شد، بس ده طبعا نتيجه طبيعيه لفتره التوقف طويله، وكان عندنا تدريبات مكثفه، فطبيعي هيبقى في شد الفتره دي وفي اصابات خفيفه. طول ما الاصابات خفيفه احنا مطمنين الحمد لله. طبعا مباراه سبورتنج مهمه لينا الفتره الجايه، لان هي من المباراه دي تقريبا تحسم لنا بدرجه كبيره الدوري الممتاز لينا. احنا استعداداتنا الفتره اللي فاتت كنا بنتمرن يعني الاول ابتدينا اسبوعين لياقه بدنيه في التراك، الفتره بعد كده دخلنا الصاله المغطاه، ابتدينا نركز على البدني مع الصاله والفني، والحمد لله اللعيبه كلها مركزه الفتره ديت، عاوزين يحسموا الدوري بدري بدري عشان نستعد ان شاء الله للكاس باذن الله. الحقيقه انا يعني تقارير الطايره انا بستناها عشان استمتع بصراحه، والله يعني انا اتمنى تكونوا بتستمتعوا زي الحقيقه. فكر منظم، يعني كابتن حمدي الصافي عارف هو عايز ايه، وعارف عايز ايه من البنات، والبنات عارفه هي عايزه ايه من البطوله وعايزه ايه من الماتشات. الحقيقه الطايره بتخليني اعيش في مود كده حلو قوي، ونتمنى ان شاء الله انه يتعامل على كل الفرق مش جوه النادي الاهلي، بره النادي الاهلي كمان. طيب خليني اطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نستأنف معاكم اخبار الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انا قلتها كذا مره في الحلقات اللي فاتت، يمكن اكتر فرقه جماعيه جوه النادي الاهلي استفادت من توقف كورونا هو فريق كره السله سيدات، والنتائج كانت جميله جدا الحقيقه. يمكن هو قبل كورونا كان في هزه شويه في النتائج، مع التوقف الجهاز الفني استغل، وكان علي هاشم استغل الفتره كويس جدا، او استغل الفتره كويس جدا، وبانت على النتائج او الثلاث ماتشات اللي كانت متبقيه في الادوار اللي هي الترتيبيه اللي في الاول، واتأهلنا للأدوار الإقصائية تاني. حلو الكلام. فالأول هيلعب الثامن والثاني هيلعب السابع وهكذا. خليني أقول لكم بسرعة اللقاءات هتبقى شكلها إيه. الأول اللي هو سبورتنج هيلعب الصيد الثامن، النادي الأهلي الثاني هيلعب مصر التأمين السابع، الثالث سموحة هيلعب اليوبلس السادس،
الرابع الجزيرة هيلاعب الخامس اللي هو نادي الشمس. النادي الأهلي عنده أول مباراة يوم الخميس القادم اللي هو يوم 27 و29 ماتش الثاني و31 ماتش الثالث. خلي بالكم البنات غير الرجال، الرجال بيلعبوا بيست اوف 5، يعني اللي يكسب 3 مباريات من 5 في الرجال يتأهل، السيدات لا، اللي يكسب 2 من 3 يتأهل. ففي 3 مباريات، إن شاء الله كل التوفيق لفريق كرة السلة سيدات اللي عودنا الفترة الأخيرة على البطولات، إن شاء الله يرجعوا وياخدوا بطولة السوبر ويحققوا إنجاز كبير إن شاء الله. خلينا نروح مع حضراتكم على الخبر اللي بعد كده. الخبر اللي بعد كده، النادي الأهلي بعد لحظات، النادي الأهلي كرة السلة رجال بعد لحظات هيقابل سبورتنج في بطولة كأس مصر الدور قبل النهائي. النادي الأهلي برضو كان توقف كورونا داخل 1/8، مش هطول عليكم في القصة دي، أنا قلتها لكم كذا مرة، ولكن النادي الأهلي وفرق كتير ما لحقتش تعمل ماتشات ودية. دي الفترة اللي دخلوا فيها السنة المغطاة ما لحقوش يعملوا ماتشات ودية. فإحنا كبرنامج قناة النادي الأهلي أو برنامج الأبطال في قناة النادي الأهلي اتحركنا كأسرة البرنامج كله، عملنا تغطية خاصة، عشنا يوم كامل مع الفريق في التدريب، شفنا بيتمرنوا إزاي من الكواليس، ابتدت من أول أوضة اللبس للتمرين، كنا معاهم لحظة بلحظة، هنوريكم التركيز، ونوريكم إزاي اللعيبة كانت بتستعد لهذا الأسبوع، الأسبوع الحاسم، أنا مسميه أسبوع الحاسم لكرة السلة، نزلنا لكرة السلة عشان هي الأسبوع ده بالنسبة لها أسبوع الحاسم، والمنافسة شديدة جدا. خلينا نشوف التغطية دي وأرجع لحضراتكم تاني. تحديات كتير بتواجه فريق السلة من النادي الأهلي، ما بين إصابات وغيابات وتوقفات، لكن احنا عندنا رجالة بيحاولوا يتغلبوا على كل الظروف والصعوبات دي عشان يكونوا رقم واحد ويسعدوا جماهير نادي القرن. الحماس كان ظاهر في التمرين والتركيز كان موجود على كل الوشوش، وكل ده لأننا قربنا من حلمنا وهدفنا هو الفوز بكأس مصر ودوري السوبر، وعلشان كده كنا موجودين معاهم عشان نشد من أزرهم ونقول لهم انتوا مش لوحدكم، في ملايين في ظهركم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، بس مش من استوديوهاتنا، من صاله 6 اكتوبر او صاله شباب الرياضه في 6 اكتوبر اللي هتقام عليها احداث او المباريات القادمه في كره السله. الحقيقه النهارده فريق عمل البرنامج الابطال اتحرك وجي صور هنا في الصالة مع فريق كرة السلة. الحقيقة فريق كرة السلة عنده أسبوع في منتهى الأهمية، عنده مباريتين تأهل، سواء كأس مصر قبل نهائي كأس مصر مع سبورتنج إن شاء الله يوم الأحد، والسبت اللي وراه إن شاء الله مباراة أو جيم فور في الأدوار الإقصائية أو المباراة الرابعة في الأدوار الإقصائية أمام نادي الجزيرة، إذا فزنا عليها إن شاء الله نتأهل لملاقات نادي الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر. فإذا الأسبوع التأهل. في البداية برحب بضيفي وأسطورة النادي الأهلي كابتن طارق الغنام، أسطورة النادي الأهلي طبعا الكبير ومدير اداري الفريق الاول، اهلا بك يا كابتن طارق. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك. يمكن عندكم اسبوع مهم يا كابتن طارق، النهارده تمرينه في المباراه، تمرينه المباراه الاساسيه بتتمرنوها من استاد طبعا او صاله 6 اكتوبر، شايف الاسبوع ده ازاي يا كابتن طارق؟ طب اولا بس هقول كلمه، اولا بشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على المجهود والسبورت والحاجات اللي فعلا انا شايفها تفرق مع الفرقه ومعانا ان شاء الله، ودي حاجه طبعا متعودين عليها من النادي الاهلي، وبشكر القناه جدا جدا. دي اول حاجه بالنسبه لي لازم اقولها يعني طبعا، دي اقل حاجه نقدر نقدمها لابطال زيكم ان شاء الله، وهنفضل معاكم لحين تحقيق الحلم باذن الله. يا رب باذن الله. بالنسبه لسؤالك بقى، طبعا انا عندي اسبوع او الفرقه عندها اسبوع او 10 ايام، يعتبر السيزون كله، يعني انت بتشتغل حوالي 8 شهور عشان خاطر ال 10 ايام دول. ظروف طبعا الناس كلها عارفاها وكورونا، ومش هتكلم فيها لانها على الكل. ان شاء الله عندنا بعد بكره سيمي فاينال كاس مصر مع سبورتنج، ماتش مهم جدا، احنا خلينا ناخد كل حاجه واحده واحده، لان انت بعديها عندك فاينال كاس مصر لو ربنا كرم ان شاء الله باذن الله، فطبعا مهمين جدا. الخطوه اللي بعديها اللي هي بتاعه الجزيره طبعا ليها وقتها ومهمه جدا، بس خلينا نفكر في الماتشين دول. عندي ماتش بعد بكره حياه او موت، عايز افرح النادي، عايز افرح جماهير النادي الاهلي، عايز افرح الفرقه، مجهود، عايز جهاز فني جديد، اسلوب جديد، ان شاء الله باذن الله ربنا قدرنا، وباذن الله رب العالمين نبقى في احسن حال ونفرح الناس كلها باذن الله رب العالمين. كابتن اشرف توفيق مدرب منتخب مصر السابق
ومدير فني الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كوتش معانا. اهلا بيك حبيبي كابتن اشرف. في البدايه طبعا بقول لحضرتك الف حمد لله على سلامتك، يمكن خضتنا عليك شويه بس الحمد لله كله تمام وكله تحت السيطره. يمكن انا بس عايز اقول في الاول انا كلمت حضرتك اسال عليك وحضرتك كنت منزعج جدا وحريص كل الحرص ان انت ما تتاخرش عن التمرين. قول لي يا كوتش على التجربه دي. تجربه صعبه قوي. الحمد لله كان عندي نزله معويه لمده 12 ساعه تقريبا، بعدها كل حاجه بقت تحت سيطره والحراره 36 بس مسحه سلبيه شاعت سليمه. انما النادي الاهلي يعني مختلف، يهمه صحه ولاده ولاعيبته كلها اكتر من البطولات يعني. فاصروا اداره النادي ان انا اقعد اسبوع واعمل مسحه ثانيه. الموضوع خد بقى معايا حوالي 10 ايام. انا بعيد عن الفرقه بكامل قوتي العقليه والبدنيه. يعني انت زي ما تكون محبوس عايز بس تخرج. انا الحمد لله معايا جهاز قوي ولاعيبه رجاله تمام ان شاء الله ان شاء الله. انا كلمت حضرتك كوتش وحضرتك كنت في قمه الغضب وعايز تنزل، يعني مدير فني يعني من تراث فريد والحقيقه كوتش حضرتك من المديرين الفنيين اللي دخلوا الباسكت الحديث في مصر، وانا كان ليا الشرف ان انا اكون لعيب مع حضرتك في الفرقه، ويمكن اخر دوري ممتاز حضرتك خدته كان ليا الشرف ان اكون جنبك. شايف الاسبوع اللي جاي ده ازاي يا كوتش وانت عندك مباريات في منتهى الاهميه وضغط مباريات، عندك اصابه عبد الفضيل، شايف الاسبوع ده ازاي يا كوتش؟ شوف يعني هو طبعا اسبوع عموما الموسم ده موسم استثنائي، مفيش شك ان احنا لعبنا بدري. يعني انا عندي راي ان احنا يعني كره السله محتاجه اكتر من الوقت اللي ادوهولنا بعد توقف 4 شهور. كل لعبه تمام. بتختلف في اعدادها صحيح. اللي انا شايفه ان نو اكسكيوز، انا بحترم الجمله دي جدا. مفيش اعذار، لو هنلعب بنص بيتنا احنا بنلعب على الدوري والكاس وبنلعب بفضل الله بكل قوه علشان نحقق طموحات نادينا وطموحات جمهورنا وطموحاتنا الشخصيه. كابتن احمد جرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله، اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ يعني احنا سعداء ان احنا معاكم الحقيقه وشايفين الروح اللي بيتادى بيها التمرين، طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق. في البدايه يا كابتن يعني انتوا استعديتوا ازاي للاسبوع ده؟ يمكن توقف طويل، بعد كده حصل طبعا تدريب خارج الصاله، بعد كده تدريب جوه الصاله، يمكن مراحل متعدده، احكي لنا عنها يا كابتن. والله يا كابتن هيثم هي فعلا الاول بنرحب بيكم طبعا وعلى المسانده الكبيره اللي انتم مساندينها لنا. احنا في الاول طبعا فتره توقف كبيره جدا، رجعنا اتمرنا حوالي من 15 يوم ل 20 يوم في من اهلي مدينه نصر ملاعب مفتوحه. كان كل التدريبات يعني عباره عن وحدات بدنيه. من 1/8 بدانا الحمد لله نخش الصاله في اهلي الجزيره. بدأنا بقى نراجع شغلنا الخططي ومع طبعا تكملة البرنامج البدني. طبعا المدة صغيرة جدا انك تعمل فترة اعداد، مش صغيرة انك تعمل فترة اعداد عشان تلعب ماتشات، عشان تلعب منافسات عالية. يعني انت مش داخل صحيح. بتلعب دوري من بداية، داخل من صفر لأعلى حاجة، انت داخل لأعلى مستوى، بتلعب مع جزيرة، بتلعب مع اتحاد، بتلعب مع سبورتينج، فدي مستويات عاليه طبعا. دي بتحتاج يعني ربنا يستر طبعا على اللعيبه سواء في اهلي او غير اهلي ان ويحميهم من الاصابه يعني. والحمد لله يعني احنا جاهزين بشكل كبير ان شاء الله ان احنا نقدر يعني نقدر ننافس باذن الله على البطولتين. كابتن مودي الجرحي كابتن الفريق برحب بيك. حبيبي يا كابتن هيثم ربنا يخليك. كابتن مودي يمكن عندنا مباراه مهمه الحد ان شاء الله ربنا يكرمنا، الثلاث فاينل مباراه الجزيره السبت اللي وراه، انت ككابتن فرقه شايف الاسبوع ده ازاي؟ طبعا هو الاسبوع ده حاسم طبعا. احنا حركه كابتن هيثم احنا قبل الكورونا دي كان احنا ماشيين بمستوى كويس الحمد لله، فطبعا جت الكورونا عطلتنا شويه، رجعنا الفتره دي على قد ما بنقدر بنحاول يعني نجهز عشان الاسبوع ده. هو ده عارف لو زي ما بيقولوا حصاد الموسم كله، انت مركز بقى خلاص داخل على سيمي فاينل كاس، سيمي فاينل دوري،
فان شاء الله باذن الله بس احنا واخدينها خطوه خطوه في سبورتنج الاول نعديه وان شاء الله كده خطوه خطوه كده لحد ما يوصل يعني. طب الروح طمنا عليها، طمن الجمهور على روح الفرقه، الترابط، الانكار الذات، الحاجات اللي تهم الجمهور جدا. لا طبعا هي الفرقه بتاعتنا الحمد لله السنه دي هي زي ما حضرتك بتقول كده هي روح واحده، كل اللي بيلعب مهم ان نكسب يعني مش فارق مين يلعب الفتره الجايه دي بالذات. انا حتى في كذا اجتماع مع الفرقه قلت لهم الكلام ده، اهم حاجه احنا نكسب، محدش هيفتكر مين كذا مين لعب ومين ما لعبش، هي اهم حاجه المكسب ده، هو النادي الاهلي كله كده حضرتك عارف يعني. كابتن ابراهيم الجمال نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ومبسوط اني معاك النهارده، ربنا يخليك. كابتن يمكن انت نجم كبير وليك تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولعبت كاس عالم وتاريخك يتحدث عنك طبعا خلقا ولعبا الحقيقه. الحمد لله كابتن. انت الموسم يعني تعرضت لاصابه في الركبه خلتك يعني تغيب شويه عن التمرين والملعب، قول لي رجعت ازاي، رحله علاجك كانت قد ايه؟ اتفضل يا كابتن. بعد التوقف في بدايه التمرين حصل لي اصابه في الركبه كده، يمكن قعدت شهر بتعالج، واحب وانا معاك اشكر دكتور محمد وفائي ودكتور احمد حسن ان هم بذلوا معايا مجهود كويس. جهاز كره القدم مظبوط ولا لا؟ جهاز كره القدم ان بذلوا معايا مجهود كويس قوي ان انا ارجع، والحمد لله بقالي اكتر من 10 ايام بتمرن مع الفرقه، ويوم عن يوم الدنيا بتتحسن والحمد لله جاهز ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب يعني الاسبوع ده في ثلاث ان شاء الله يا رب ثلاث مباريات مهمه، سيمي فاينال يا رب نتاهل يبقى في ثلاث فاينال، عندنا ان شاء الله مباراه الجزيره، ضغط في المباريات، جاهزين لده يا كابتن؟ حضرتك عارف يا كابتن ياسم ان التوقف كان طويل، يمكن كنت بشوف الفرقه بتتعب جدا في الفتره اللي كنت مصاب فيها تمرين صبح وليل، هو ده اللي كان يرجع الفرقه تاني ان هي ترجع للمستوى اللي كانت فيه قبل التوقف، والحمد لله انا شايف ان الفرقه في طالعه كويس، وان شاء الله ال 10 ايام دول يكونوا دفعه قويه لينا للفوز ببطوله الدوري، وان شاء الله نبدا بالكاس ان شاء الله يعني. Alex Ang, our American player in basketball team, welcome in Ahli TV channel. Thank you. Thank you. First of all, I would like to say we have a very tough week. This week we have a semi-final in Cup Championship. And if we win, inshallah, we will qualify to final after 2 days. How do you see this tough week personally and as a team? Well, you know, personally, it's a long time coming. You know, when I came here to Ahli, we want to compete for championships. So we finally reached the week where we can play for a championship. So everybody's excited and focused. You know, we've been off for four months. So, you know, it's good to be back and it's good to be playing for a championship. So everybody is focused and ready to win. Tell me about the spirit, about, you know, in the championship, in the finals. The spirit of the team is very important. Yes, it's very and important. And we have to be in ready for that. You know, maybe bench players is very important right. than the players in the court. Right. How do you see that? Yeah, I mean, the spirit is important. You know, we must all stay together in good times and bad and stay positive. And it's one game. So, you know, guys from the bench, guys from who's been there all season have to just play their game and focus on that, what they do well, and we will be fine. Do you enjoy your time with the Ahli team? Yes, I do. You know, great group of guys, great organization. Since day one, they've treated me like family, so I'm very happy here with Ahli. Captain Ahab Amin, نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي والمنتقل حديثا السنه دي للنادي الاهلي، خلاص الناس بقى يعني عرفتك بالاسم، برحب بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. يمكن وجودك كان صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، كنت اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، وادائك اللي قال كده يا كابتن. عندك اسبوع مهم، مباراه قويه، ماتش سبورتنج ان شاء الله، فاينل الثلاث، شايف الاسبوع ده ازاي يا كابتن؟ طبعا اسبوع مهم جدا، يعني احنا تقريبا بدانا السيزون في شهر 9، احنا في شهر 8 دلوقتي داخلين على شهر 9 ف 12 شهر بالظبط، سيزون استثنائي، ظروف استثنائيه، تعبنا قوي، كابتن اشرف تعب معانا، الجهاز الفني كله والطبي وكل الناس، واحنا تعبنا، والاسبوع الجاي ان شاء الله ربنا يعني هيكلل كل مجهودنا يا رب ان شاء الله. كابتن يمني، انت لعبت 4 سنين في الـ NCAA دوري الجامعات في امريكا،
اديت اداء كويس، احصائياتك كانت عاليه جدا هناك، يعني انت لعيب كنت هناك مؤثر في الدوري ده. ايه اللي يفرق الدوري المصري عن مثلا نقول مش هنقول NBA، نقول NCAA، ايه الفرق انت شايف عشان نقدر نقرب من الناس دي محتاجين ايه؟ يعني اعتقد مبدئيا يعني الحاجات الفتنس والحاجات الفيزيكال، فيزيكاليتي اعتقد هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى بعيده سنه عن دوري الجامعات، لكن اعتقد غير كده المهارات والكوتشنج وكل حاجه اعتقد قريبه جدا، الفرق الفيزيكاليتي بس والاتلتيسيزم. طب برافو، يعني انا عايز اقول لك ان الخبرات دي واللي انت بتقوله ده اكيد الناس هتسمعه اكيد هتاخد بيه. خليني اخش معاك في حاجه مهمه جدا يا ايهاب، يمكن انت فتره قصيره دخلت قلب جمهور النادي الاهلي وحبوك وحطوك رمز من رموزهم، فالجمهور مستني منك الكتير، ده حاطط عليك عبء ولا شايف ده يعني حاجه كويسه؟ لا انا شايف حاجه كويسه جدا، واكيد يعني ممكن الناس تحس ان هو عبء، بس انا بحس ان هو حافز بالنسبه لي، ان الجماهير ورانا من ورايا انا بالذات من اول ما جيت النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه وفخور بيها يعني من اول ما جيت. اهلا بحضراتكم من جديد، شفنا التغطيه الخاصه لفريق كره السله اللي هيبتدي مباراته بعد قليل، شفنا التركيز عامل ازاي، شفنا الاحساس بالمسؤوليه، كنا عايزين نوصل لكم ده، وفي نفس الوقت نبين للفريق قد ايه احنا كاعلام او قناه النادي الاهلي واقفين جنبهم. خليني كده، احنا تقريبا خلصنا اخبار النادي الاهلي كلها، هنروح زي ما عودناكم للمره الاولى في قناه النادي الاهلي الاخبار العالميه، والاخبار العالميه دي بتكون بفيديوهات مصوره مش بس اخبار وخلاص، ودي يعني الحاجه الحقيقه اللي قدمتها قناه النادي الاهلي بشكل جديد. خلينا نروح لدوري الام بي اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، وقلنا سريعا الام بي شرق وغرب دلوقتي هم في الادوار الاقصائيه، والحقيقه في فرق قربت جدا ان هي خلاص تتخطى الدور الاول. الادوار الاقصائيه هم 8 فرق في الغرب و8 فرق في الشرق، اللي هيكسب منهم او في فرق قربت تتخطى عشان بعد كده هيبقوا 4 فرق، او الدور قبل النهائي في الشرق ودور قبل النهائي في الغرب. اولهم طبعا كان بيستون سيلتكس، فاز على 76ers. فاز قد ايه؟ فاز بنتيجه 102-94. الحقيقه بيستون سيلتكس كده وصل في المجموع او في مجموع المباريات 3-0، فاضل له مباراه واحده ويتخطى زي ما بيقولوا يتخطى او يبقى خلاص هو تاهل بشكل مباشر للادوار الباقيه. ده امبيد لاعب 76ers من احد اهم اللاعبين اللي احنا شفناه في الشاشه دي. طبعا كيمبا ووكر اللي هو لاعب بوستون سيلتكس حط 24 نقطه. ليه انا بقول اللاعب ده؟ لان اللاعب ده اللي هو اللاعب اللي لما تيجي اللقطه او يجي عليه الصوره هقول لحضراتكم، اللاعب ده يعني حط 2 بوينتس مهمين جدا 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 في نهايه المباراه، وحط نقطتين في نهايه المباراه دي اللي حطت فرقتهم في المقدمه. طبعا عايز اقول لكم ان امبيد اللي انا قلت لحضراتكم اللاعب البيج جاي اللي هو تحت الحلقه ده اللي عمل الفاول ده حط 30 نقطة، رقم كبير جدا 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 الحقيقة، بس ما كانوش كافيين ان هم يكونوا لفوز فرقته. بيستو سيلتكس اللابسين ابيض، خليني اقول لكم ان هم بشكل كبير كده 3-0، لا هم كده بيقربوا جدا لمباراة واحدة ويتخطوا 76ers ويوصلوا للدور قبل النهائي. خليني اقول لكم انه يمكن الدور اللي بعد كده هيبقى اصعب، يعني خلاص بتبقى الفرقة الضعيفة بتطلع، الدور اللي قبل كده اللي بعد كده بيكون اصعب، وبيكون المشكله عندنا ان هو بتبقى الماتشات. خلي بالكم النقطه دي هي اللي كانت مهمه جدا اللي حطها زي ما قلت لكم كيمبا ووكر اللي حطها في نهايه المباراه، وكمان الديفنسايه الاخيره دي او الديفنس الاخير ده هو اللي خلص المباراه. اللي انتم شايفين اللعبه اللي فاتت دي والكاونت وان مور الحقيقه اللي اتحط خلصت المباراه. طبعا هنا الحكام عندهم زي فار اللي في كره القدم، ولكن ده بيبقى بيروح له الحكام لما بيلاقوا فيه لعبه مهمه في اخر وقت بتحسم المباراه، بيروحوا يشوفوا الفار. بيستون سيلتكس هيلعبوا المباراه الرابعه النهارده ان شاء الله، وهتبقى بشكل كبير الحلقه الجايه نقول لكم اتاهلوا ولا لا. نروح على مباراه ثانيه مهمه، وفي فرقه منهم المباراه اللي هقولها دلوقتي دي اتاهلت بشكل او بنسبه كبيره جدا زي بيستون سيلتكس، كليبرز ومافريكس. كليبرز فاز على مافريكس المباراه بنتيجه 130-122 ليتقدم كليبرز 2-1. ده كواي احسن لاعب دلوقتي ومن احسن اللاعبين في الام بي اي، ده اللي كان بيلعب في رابتورز واتنقل راح كليبرز. انا عايز اقول لكم انه اللاعب المهم جدا في فرقه مافريكس لوكا اللاعب السلفاني
اللي هو اللعيب رقم 11، اللاعب رقم 11 شايفينه تحت الحلقه ده اللي معاه الكوره، اللاعب ده اتصاب في اخر الشوط الثالث، جاله سبرين جامد في انكل في رجله، والحقيقه ده من اهم اللاعبين الواعدين في الان بي اي ومن احسن اللاعبين اللي هو بيطلع كوره، ده لوكا لاعب سلفاني، وده اهم لاعب اللي قلنا عليه اللي هو كواي في كليبرز. انا عايز اقول لكم ان الاصابه دي للاسف ده كواي اللي طلع على الفاست بريك وحط كره طبعا دانك، لعبه جميله جدا جدا الحقيقه، ان احنا لوكا ده هيحطها للاسف هيقلل فرص فوز او تعويض المافريكس. خلينا اقول لكم انه لوكا قبل ما يطلع حط 13 بونت و10 ريباوند و10 اسيست، تخيلوا في الوقت الضيق ده. خلينا اقول لكم انه لاعب كمان، خلينا نقول كمان على لوكا، احنا قلنا خلاص لوكا، انا يهمني برضو اقول لكم لاندري شاميت 18 بونت، ساهم بشكل كبير جدا ان هو يساعد فرقته بالفوز. عندنا كواي اللاعب اللي قلت لكم عليه رقم 2 في كليبرز حط 36 نقطة وعمل 9 ريباوند وعمل 8 تمرينات اسيست، لاعب رائع هايل. اللاعب ده كان ليه دور كبير زي ما انتم شايفين، دي 3 بوينت في البازر في اخر وقت بيتحط، يعني الان بي كله لعب ممتع من دي الحقيقه، كره بتتشاط في اخر وقت، سرعه رهيبه جدا في اللعب زي ما انتم شايفين. بعد الكوارتر الثالث بعد خروج لوكا الموضوع اتفتح خالص، وكده النتيجه 2-1 لكليبرز بشكل كبير جدا بعد اصابه لوكا دي، مش هيلحق المباراه الرابعه بنسبه كبيره جدا، كليبرز هيتاهل للادوار اللي بعد كده. طيب خلينا نروح للمباراه الثانيه، رابتورز حامل اللقب، الفريق الكندي فاز على نتس 117-92 بالنتيجه دي كده تقدم 3-0، رابتورز اصبح اقرب فريق مع بيستون سيلتكس وكليبرز للتاهل للدور الثاني. خليني اقول لحضراتكم انه سيكام اللي هو باسكال سيكام وفريد فان فليت اهم اثنين لعيبه في الرابتورز كان لهم دور، ده فريد فان فليت اهم لاعب، اهم لاعب على الاطلاق هو باسكال سيكام في رابتورز، بالرغم ان كواي سابهم ومشي بس بيأدوا اداء رائع، ومعهم طبعا سيرجي ايباكا اللاعب الاسباني. الحقيقه طبعا دول الرابتورز زي ما انتم شايفين اداء ثابت متناسق، فرقه حافظه بعضيها، ده سيرجي ايباكا اللاعب الاسباني، الفرقه حافظه بعضيها. النتيجه كانت 117-92، وعايز اقول لكم انه تايلور جونسون تألق من نتس بعد ما دخل في التشكيله الاساسيه، هو ما كان بعيد، ده ايباكا اللاعب الاسباني، طبعا هتقولوا اسمر ازاي واسباني، ده بيبقى لعيب طبعا بيبقى اصله افريقي ولكن خد الجنسيه الاسبانيه. اللي عايز اقول لكم ان تايلور جونسون دخل اساسي بعد ما هاريس جو هاريس خرج بره، ده في النتس خرج بره، ده طبعا فان فليت فيت من اهم احسن اللاعب واحسن لاعبين على الاطلاق في الان بي اي دلوقتي. طبعا بقول لحضرتك تايلور جونسون خرج دخل اساسي في نتس بدل جو هاريس اللي غاب لاسباب شخصيه. مباراه كانت جميله جدا انا تابعتها شخصيا الحقيقه، زي ما انتم شايفين سرعه عاليه جدا الفاست بريك، النتيجه على فكره كبيره 117-92، ده بيدل ان خلاص تقريبا بشكل كبير رابتورز هيتاهل للادوار الثانيه. بس انا عايز اقول لكم حاجه، الدايره البيضاء اللي على الفاول شوت دي ال 24 ثانيه لان في ناس سالتني زمن الهجمه بيكون 24 ثانيه، البيضاء دي بتتقلب احمر في اخر 6 ثواني عشان تقول للجمهور اللي بيشوف في الشاشه ان فاضل 6 ثواني، اهي فاضل 17 16، الحقيقه دي بتقول لك الهجمه فاضل عليها قد ايه، لما بتتقلب تبقى ريد او حمراء بعد 6 ثواني على نهايه الهجمه عشان المشاهد يستمتع ب السرعه في الاداء او محاولتهم انهاء الهجمه. خليني اقول ان زي ما قلنا ان سيكام اللي هو باسكال سيكام حط 26 نقطه 8 ريباوند 5 اسيست، وزي ما قلت لكم وزميله فان فليت حط 22 نقطه 6 رميات ثلاثيه، حط 6 رميات ثلاثيه اللي هو فريد فان فليت. الحقيقه المباراه كانت حلوه جدا، الرابتورز ماشيين بخطوات ثابته وانا متاكد انه هيكونوا تقريبا يعني على قمه الان بي اي. الليكرز الفريق الاهم والاقوى دلوقتي في الان بي اي، الليكرز الحقيقه طبعا اللي فيه ليبرون جيمس احسن لاعب في العالم دلوقتي واغنى لاعب في العالم، ليبرون جيمس تقريبا هو ده، بس يعني اشوف وشه الاول واقول لكم اذا كان هو ولا لا، بس انا عارفه من جسمه لا، ده ليلارد لاعب بليزرز. انا عايز اقول لكم ان الليكرز فاز على بورتلاند بنتيجه 116-108، اهم لاعب على الاطلاق او اهم اثنين لاعبين في الليكرز ده ليلارد، من اهم اللاعبين. وخليني اقول لكم حاجه في نهايه الفيديو عن ليلارد، ليبرون جيمس حط 38 بونت لاعب الليكرز وحط 12 وعمل 12 باوند وهو اللي عمل اسيست ده، زي ما ده ليلارد كان بلوك طبعا جود ديفنس من انتوني ديفيز تقريبا، او انتوني ديفيز ده من احد اللاعبين اللي انتقلوا للان بي اي، من اهم اثنين لاعبين ليبرون جيمس طبعا اللي بيحط الباسكت ده، واللي تحت الحلقه انتوني ديفيز. ليبرون حط 38 بونت 12 متابعه وعمل 8 اسيست.
انتوني ديفيس حط 29 بونت، يعني الاثنين تقريبا حاطين 70 بونت. انتوا متخيلين ده ليبرون جيمس طبعا اهم لاعب في العالم دلوقتي، حاجه امتاع وقوه بدنيه جباره. انتوني ديفيدز حط 29 بونت زي ما قلت، ومنهم 12 نقطه في الربع الاخير. انتوني ديفيدز من اهم اللاعبين دلوقتي اللي موجودين في الام بي اي. ليلارد لاعب الفريق البليزرز الحقيقه عمل ماتش كبير جدا، ولكن ما قدرش يحسم المباراه لصالحه. شايفين طبعا دي ده دانك من انتوني ديفيدز، لاعب ده اللي انتوا شايفينه ده ده ليبرون جيمس. الاثنين لعيبه دول عاملين ثنائي رهيب. ليبرون جيمس بيلعب في كل المراكز زي ما انتم شايفين، بياخد الكوره بيطلع بالدريبل علق الكوره لانتوني ديفيدز، استمتاع غير طبيعي. ليكرز ده احد الفرق يعني المؤهله بقوه ان هي تاخد دوري الام بي اي. شايفين طبعا البنتريشن، اللاعب ده حط 38 بونت، ليبرون جيمس اللي راجع ده حط 38 بونت. متخيلين يعني ايه 38 بونت؟ رقم كبير جدا، يعني في فرق بتحط الاسكواد ده. ليبرون جيمس اللي عامل الفرق بين الام بي اي هو اللي معاه الكوره ده، ليبرون جيمس كوره 3 بونت طبعا، يعني مستوى مهما حكيت عنه مستوى ممتع. خليني اقول لكم ان الفرق باين من الاجسام البدنيه والفيزيكاليتي اللي كان بيقول عليها إيهاب امين، هو ده اللي احنا بنقول عليه، لازم نهتم بالناحيه البدنيه جدا مع لاعبينا وابطالنا. طيب هنروح للتنس الارضي. الحقيقه عندنا في لعيبه مهمه جدا كبيره في السن، عندها 40 سنه، اسمها فينوس ويليامز. فينوس دي كان ليها اخت لعيبه صاحبه البشره السمراء، هي اللي داخله دي على فكره، دي عندها 40 سنه، لعبت اللاعبه الاوكرانيه اسمها اقول لكم اسمها ديانا ياستر ميسكا، لعيبه الاوكرانيه. اللعيبه الاوكرانيه لابسه احمر دي عندها 20 سنه. الرانكينج بتاع الويليامز عندها الرانك بتاعها 65، الرانك بتاع اللعيبه الاوكرانيه 21. طبعا الاوكرانيه فازت بالمباراه، فازت بنتيجه 3-1 او 2-1 بعد ما تاخرت المجموعه الاولى، يعني خسرت المجموعه الاولى 5-6 7-5، المجموعتين التانيين فازت 6-2 وفازت 7-2. ياستر ميسكا عندها 20 سنه زي ما قلت لحضرتك، اللي وعانا في الصوره دي احد اللاعبات الواعده 20 سنه. طبعا انتم شايفين تلعب الزوج، كانت بتلعب مش سليمه، كانت مباراه جميله جدا جدا. ويليامز اللي بقول لكم دي 40 سنه ولسه بتلعب وبتادي وليها رانك عالمي 65. الحقيقه الواحد بيبقى حزين لما بيلاقي لاعبات عالميات كده او لاعبات يعني بالسن ده وبيلعبوا في الرانك ده، واحنا ما عندناش ابطال الحقيقه في اول 100 بطل تنس. نفسنا بشكل كبير يبقى عندنا طبعا بطل او بطله مصريه في احسن 100 لاعب تنس. طيب بالنسبه للرجال عندنا شابوفالوف ده طلع الدور الثاني الحقيقه من بطوله ويسترن اند ساذرن. خليني اقول لكم حاجه، البطوله دي في امريكا في نيويورك، اسمها ويسترن اند ساذرن. البطوله دي طبعا انتوا بتقولوا طب التنس بيتلعب ليه؟ زي ما انتوا شايفين التنس فيه تباعد اجتماعي، ما فيش اي مشكله خالص في كورونا، حتى كل الناس في تباعد، ما فيش اي مشكله الاستئناف، حتى الولاد اللي بره لابسين الكمامات. طبعا دينيس شابافالوف ده لاعب كندي الحقيقه، وتاهل للدور الثاني بعد ما فاز على مارين شيريتس. والحقيقه فاز بقد ايه؟ فاز بمجموعتين 6-3 و2-0، 6-3 6-3. طيب خلينا نروح لحاجه مهمه جدا دلوقتي في سباقات الفورمولا 1، سباقات السيارات. سباقات السيارات احنا ليها ثلاث بطولات كبار. الثلاث بطولات دي في بطوله موناكو بتتعمل في شوارع موناكو اللي بتتقفل خصيصا البطوله وحلبه كبيره، وفي بطوله لومان اللي بتتعمل في فرنسا. بطوله لومان دي بتتعمل اسمها لومان 24. ايه 24؟ بطوله لومان دي بتتعمل 24 ساعه متواصل، العربيه بتقعد تمشي 24 ساعه، بتبدل عليها ثلاث سائقين لمده 8 ساعات. طيب في بطوله دلوقتي اسمها اندي 500، البطوله دي هي البطوله الثالثه، اللي بيجمع الثلاثه بياخد حاجه اسمها التاج الذهبي. في لاعب اسمه الونزو فرلاندو الونزو، لاعب اسباني. اللاعب ده اعتزل 2018، سائق اسباني اعتزل 2018، قرر فجاه يرجع. رجع من خلال فريق احنا يعني رينو، ده فريق بيخش بيسابق جوه البطوله، هي دي فورمولا 1، سباقات فورمولا 1. البطوله دي هو رجع لعب تاني ودخل مع فرقه. ليه رجع لعب تاني؟ عشان ياخد البطوله دي. بس هو قابله حاجه مش كويسه في البطولات دي، في البدايه بيعملوا حاجه اسمها تصفيات، يومين بتقعد العربيات تجري لوحديها او المتسابقين يجروا لوحديهم على الحلبه عشان يرتبوا توقيتهم. اللي ليه توقيت الاول بدري بيقف في اول السباق، السباق بقى اللي هو النهائي بيقف الاول كزمن، اللي بيجي بزمن تاني يقف التاني، اللي يجي زمن تالت يقف التالت.
فطبعا هو قابله مشكله برغم ان هو داخل ياخد البطوله دي بقى في التصفيات المركز ال11. ده طبعا هيخليه يبتدي متاخر خالص في السباق. الحقيقه هو ليه كان ليه تصريح قال لك انا صعب احصل على البطوله السنه دي انما انا بعد نفسي ال2021. بيبقى حلو جدا او الميديا بتبقى تهتم بايه لعيب بيبطل ويرجع يلعب تاني. يعني هو قعد سنتين مبطل. السباقات دي عايزه تركيز عالي جدا، عايزه سرعه اتخاذ قرار، سرعات عاليه جدا. طبعا ايرتون سينا كان من احد العظماء البرازيلي، طبعا كان احد عظماء اللعبه دي او السباقات دي. انا عايز اقول لكم ان عندي 500 بيحضروا 320 الف متفرج، البطوله دي بيحضرها 320 الف متفرج. طبعا انا ما اعرفش بعد كورونا ممكن ايه اللي يحصل، بس احنا حبينا نجيب لكم الخبر ليه، لان فرناندو الونزو الحقيقه لاعب مميز او سابق متسابق مهم، والميديا العالميه كلها متابعه الحدث ده. طيب في الموتوسيكلات خلينا نروح معاكم الموتوسيكلات، يمكن برضو عشان الساده المشاهدين يفهموا الدنيا ماشيه ازاي. الموتوسيكلات او سباقات الموتوسيكلات مش كلها واحد، عندنا ثلاثه كاتيجوري للموتوسيكلات. في موتو جي بي، ده السباق الاول او الكاتيجوري الاول. في موتو 2 او موتو 2 وموتو 3. كل من دول ثلاثه كاتيجوري، بس الثلاثه بيبقى طب الاختلاف من كل واحد وايه الميكانيكيه بتاعه الموتوسيكل نفسه. طيب في عندنا بول اسبرجرادو، ده لاعب اسباني. في طبعا زي ما قلنا الجلسات التحضيريه اللي في الاول، هو احتل الاول او المركز الاول زي ما انتم شايفين. طبعا لعبه منتهى الخطوره، منتهى الموتوسيكل قدامكم ده بيبقى كل سنه بيحصل فيه تطوير وكل الشركات بتسبب بعض. اسبراجو كان معاه دراجه كي تي ام وطبعا خد المركز الاول، وهيخش اللاعب اللي معانا ده طبعا هو اسبرجرادو، هو دخل في المركز الاول وفي النهائيات هيكون هو اول لاعب هينطلق لحلبة السباق. نروح في موتو 2 اللي هو الكاتيجوري 2، البريطاني سام لويس مع فريق كاليكس هو اللي خد المركز الاول، فهيخش هو الاول تمام، وهو معانا على الصوره اهو. طيب في الموتو 3 اللي هو الايطالي سيليستينو فياتي، اللاعب الايطالي او المتسابق الايطالي، هو في موتو 3 اللي خد احسن زمن في التصفيات. كل بطوله من دول معموله في بلد. الموتو جي بي معموله في أستريا او النمسا. عندنا موتو 3 موتو 2 معمول في في حلبة اسن الهولندية، وموتو 3 معمول في تايلاند. زي ما قلت لحضراتكم هي موتوسيكلات واحدة زي ما حضراتكم شايفين، ولكن هي بتبقى 1250 الساعة بتاعتها 4 سلندر، ولكن بتبقى الموتوسيكلات دي كل موتوسيكل دي ميكانيكية معينة بتختلف عن التاني، عشان كده كده بيبقى فيه كاتيجوري مختلفة. طبعا يعني دي الأخبار العالمية الحقيقة اللي شفناها مهمة جدا أو اللي هي العالم كله بيتابعها، وكان مهم جدا نجيبها لكم زي ما عودناكم، وهنفضل دايما معاكم كده وابديتد بالاحداث العالميه، عشان طبعا قناه النادي الاهلي وبرنامج الابطال على الاخص يعني يرقى لطموحات جمهور النادي الاهلي. خلينا نطلع لفاصل الحقيقه واستقبل ضيفي. احنا في كاسين دخلوا الاسبوع اللي فات زي ما قلنا، ثلاث كؤوس مش كاس. احنا طبعا كان اخرهم كاس الشباب 20 سنه لكره السله اللي فازوا ببطوله الجمهوريه. الحقيقه كان مهم جدا نحط الضوء. هيكون معنا الكابتن اسلام علي المدير الفني لفريق الشباب 20 سنه لكره السله. فاصل وارجع لحضراتكم عشان نستقبل ضيفنا العزيز. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف اللي منورني في الاستوديو الكابتن اسلام علي نجم النادي الاهلي السابق في كره السله، وايضا المدير الفني لفريق الشباب والحصل على بطوله الجمهوريه منذ ايام. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يبارك فيك. شكرا وشكرا على الاستضافه الجميله في بيتنا قناه النادي الاهلي. سلم، يمكن البطوله دي جت في توقيت مهم، انت كنت مع فريق 18 وطلعت 16 انا اسف، وطلعت قبل مسكت الفرقه دي قبل البطوله يمكن بايام قليله، اسبوعين ونص بالظبط. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان امسكهم ولا ايه اللي حصل لما لا تمسكهم؟ لا انا بتكلم ايه اللي حصل عشان في وقت ضيق ما شاء الله تقدر تاخد البطوله. هي وقت ضيق طبعا، دي رقم واحد. رقم اتنين الظروف كتير صعبه، بعيد عن موضوع الكورونا والكلام ده. موضوع الكورونا طبعا ظروف على الكل، لكن الظروف الخاصه بينا الصعوبه في كذا نقطه كده. اول نقطه الفرقه بتلعب في صاله طول السنه، صحيح. الفاينل اتلعب على امام مفتوحه، عرفنا كده. دي نقطه. النقطه الثانيه انا ماسك فرقه قدامي بعد اسبوعين ونص هلعب فاينل جمهوريه، يعني مش هلعب حتى بطوله الجمهوريه من اولها تمهيدي في قبل نهائي ففي تدرج في الماتشات، لا ده فاينل جمهوريه على طول. المفروض ان هم اقوى اربع فرق وصلوا فاينل، يعني مفيش ماتش ضعيف بعد اسبوعين ونص. طب لو انت مكاني هتعمل ايه؟
مش عارف. انا مش عارف اعمل ايه. انا يعني الموضوع هشتغل وخلاص، بس مش عارف اعمل ايه. هتشتغل بس انت بقى، انت عارف طبعا فنيات الباسكت دفاعيا وهجوميا كتير جدا. كتير قوي، ما كنتش اشرف كان بيقول دلوقتي. زائد ان هم جايين من قاعدين من بيوتهم، يعني لازم اشتغل بدني كمان. قول لي في اسبوعين ونص ممكن اعمل ايه بفرقه داخله على فاينل؟ ماتشات جامده. ماتشات جامده طبعا. ف من الجزئيه دي كمان انا لازم اشكر الراجل بتاع مخطط الاحمال بتاعنا كابتن حسن، لان هو برده من دي وان هو مش سايبني خالص. يعني هو قبل ما نبدا نتجمع، لما بدانا خلاص هنعرف ان احنا هنتجمع مثلا الاسبوع اللي جاي والكلام ده، هو من الاول طبعا متابع الاولاد عن طريق جروبات الواتس والكلام ده، بيديهم شغل يعملوه. اول ما بدانا نتجمع اول 3 4 ايام كانوا فيتنس بس معايا. طبعا هم وانا موجود طبعا وبتابع واشوف الاولاد بيتمرنوا ازاي، بس هو كان يعني انا كان كل همي في الاسبوعين ونص دول ان الاولاد يعلوا بدني قوي من غير اصابات. الله ينور عليك. الجزء الفني مش حد كتير، والصح اني ما اديش كتير. لان فتره قصيره صح، لو اديت شغل كتير مش هنحاول يحفظوه ومش هيضحك على بعض، انت مش هتوصل ل 100%. بالظبط. طب بس يا جماعه انا عايز اعرف ماتش سبورتنج، يعني يمكن بس الزملاء يبلغوني ماتش سبورتنج والاهلي دلوقتي شغال، نعرف النتيجه بس عشان بلغها لجمهور النادي الاهلي. فما كانش ينفع ان انا ادي شغل فني كتير، كان كل شغلي اللي انا يعني همي ليه النهار في الفتره دي ان الاولاد يعلوا بدني قوي واحفظهم على قد ما اقدر الشغل الدفاعي. صحيح. مش الهجومي. برافو عليك. لان الدفاع يكسبك بطوله. يكسب الدفاع يكسب. لو انا بجيب في الماتش 60 70 بونت كاوفنس او كشغل هجومي بس بيدخل فيها 70 80 بونت هتغلب. انما اقدر في الباسكت لو دفعت كويس ممكن في الاوفنس او في الهجوم ادي حاجه بسيطه والموفق خلاص يكمل. فكان كل تركيزي في الفتره دي ان انا الولاد يعلوا بدني قوي واشتغل نواحي دفاعيه اسلوب جديد هم ممكن ما يكونوش متعودين عليه. او في بعض اللعيبه اللي هي مثلا لعبت منتخبات او لعبت فلسطين اهلي ممكن تكون عندها فكره بالموضوع، بس برضو كفكر ممكن يكون جديد عليهم. فكان كل هم الفتره دي ان انا اعلي الفرقه دفاعيا قوي واعليهم بدنيا قوي. تمام. وتقريبا زائد نقطه مهمه قوي قوي قوي، ودي يعني ده اساس شغلي. الدوافع النفسيه والتحفيز. برافو عليك. ناحيه مهمه جدا. طب كابتن اسلام خلينا احنا عملنا تقرير كده ليكوا بمناسبه فوزكوا، خلينا نشوفه واشوفه معاك ومع الساده المشاهدين ونرجع تاني. اتفضل. نجح فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إسلام علي في التتويج ببطولة الجمهورية التي أقيمت منذ أيام قليلة على الملاعب المفتوحة بنادي صيد 6 أكتوبر. تصدر الفريق الأهلوي الدورة التمهيدية من البطولة بعد الفوز على مركز شباب دسوق والشرقية للدخان ومركز شباب النصر وألعاب دمنهور والاتحاد السكندري، لينتقل بعدها الفريق للدور قبل النهائي ويتصدر مجموعته أيضا على حساب هيئة قناة السويس وسبورتينج وسوهاج. ثم استطاع النسر الأهلوي التحليق في سماء البطولة بعد الفوز على جميع منافسيه في المرحلة النهائية منها بعد التغلب على نظيره الأولمبي بنتيجة 49-48، ثم الفوز على الشمس بنتيجة 64-36، ثم الفوز على الجزيرة بنتيجة 55-44. الشياطين الحمر قدموا أداء مميزا ورائعا خلال البطولة وأشاد بهم الجميع، سواء بالروح القتالية العالية أو الأداء المميز على الجانبين الدفاعي والهجومي، وأظهروا صورة مبشرة ومضيئة عن مستقبل كرة السلة الأهلوية. مثل المارد الأحمر في البطولة 18 لاعبا وهم زياد أسامة، عبد الرحمن حسام، بودي، عمر طارق، أحمد أسامة، علاء محمد، مؤمن موسى، عمرو أشرف، عمرو زهران، محمد نادر، عادل شريف، زياد صابر، آدم الحناوي، محمد وسيم، يوسف المعداوي، زياد الحسيني، يوسف لهيطة، مازن أبو الفتوح، وسيف صلاح. ويأمل مسؤولو كرة السلة بالنادي الأهلي أن يستعين كابتن أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول للرجال بعدد كبير من لاعبي الفريق، أملا في أن يكونوا ذخيرة حية للفريق خلال قادم البطولات. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن اسلام التقرير انا حاسس بحاجه، ما اعرفش كانت صح ولا، حاسس ان في روح كده حلوه
من على فكره اللي انت بتقوله ده من اسباب المكسب. اصل انا في اسبوعين ونص عشان اكسب بطوله دي استحاله ابقى فني. بس خلينا برضو نقول برضو كابتن ندي برضو كابتن ناسب وفتوح الحقيقه اللي كان ماسك الفرقه قبلك برضو يعني الراجل عمل معاهم شغل طبعا لما قبل صحيح ولا غلط يعني هو لا ده طبعا يعني ده وضع ما قبل الكورونا 70% من الموسم معاه هو هو بالظبط فطبعا هو لازم نشيد باللي عمله الحقيقه يعني طبعا طبعا اكيد يعني هو برضو كان اختيار اللاعبين ده كان ليه دور بس انت كان مهمه انتحاريه بصراحه يعني اسبوعين ونص عشان توصل بالفرقه واكيد ما وصلتش ل 100% طبعا. طيب قول لي اصعب ماتشات ايه اللي لعبتها غير الجزيره؟ الماتش الاولاني بالنسبه لي كان اصعب ماتش لكذا سبب. اول سبب فرقه ما اعرفش عنها حاجه خالص الاولمبي اسكندريه لا انا ولا الاولاد يعني حتى ماتش الجزيره الاخير حافظين بعض يعني نوعا ما ولعبه ضد بعض في بطوله المنطقه لكن فرقه الاولمبي بتلعب في منطقه اسكندريه فالولاد ما لعبوش ضدهم حتى لما سالت على ابرز اللعيبه اللي فيهم بتاع ما حدش عارف يجاوبني. الحاجه الثانيه في الصعوبه هم بطل اسكندريه يعني هم بطل البطوله في اسكندريه وفرقه يعني مش عايز اقول كلمه عارف انت بالبلدي كده حورتجيه غلسه لا بلغه الرياضه بلغه طبعًا الرياضه طبعا كل الاحترام لدي لا لا طبعا بتكلم على طريقه اللعب انا بتكلم فرقه بطل بالظبط انا قصدي اصل انا برضو يعني انا من اسكندريه وكنت بلعب في نادي زي نادي الاولمبي شباب مسلمين نفس الجو فعارف يعني ايه فرقه جايه بتلعب على ملاعب مفتوحه ملاعب مهارات عاليه بيعرفوا يلعبوا حريفه حريفه من الاخر حريفه يعني وده وفعلا هو اصعب ماتش انا كسبت فرق بوند انا بقول لك عشان كده ما هو خلي بالك هم حريفه ومش بس كده انت ما عندكش معلومه عنهم ما انتش عارف تمسك مين بالظبط يعني هتتفاجئ بحاجه كده على طول بالظبط وحتى لو انا مثلا عارف ان في لعيب مميز عندهم ممكن اليوم ده اللعيب ده بقى مش موفق غير موفق فالموضوع صعب جدا فانا كنت معتمد في الفتره الاخيره دي زي ما قلت لك على النواحي البدنيه النواحي الدفاعيه الصلبه قوي التحفيز العنصر الحافز الحافز غير الحافز الرياضي طبعا لا لا ما هو الحافز الرياضي ده لسه البطوله دي بتتلعب اصلا عشان الحافز الرياضي وانت فاهم عشان ما طبعا اتدبسنا فيها ايه بقى كابتن سيد صابر يعني رئيس الجهاز تمام شكل الجهاز بتاع السنه الجديده اللي هتبدا اسلام علي 20 سنه تمام السنه الجديده لسه ما انا عارف وبعدين فجاه قرر الاتحاد المصري لكره السله انه يستأنف الموسم الحالي للعيبه اللي هم ثانويه عامه عشان درجات التفوق الرياضي فانت ما شاء الله اللي رحت بقى اتحدد فالفرقه اللي فيها ثانويه عامه 18 و20 فكابتن سيد قال لي خلاص كمل معاهم قلت له طب ما كابتن ياسر وفتوح فرقته يكمل معاهم قال لي ما هو هيكمل مع ايه مع ال 18 خبر ابيض موضوع صعب انا اتدبست وكابتن ياسر اتدبس بس في نفس الوقت ماشي كابتن ياسر عنده النهايات قربت ان شاء الله بعد بكره ففي نفس الوقت انت نادي اهلي انت نادي ما فيش في حاجه اسمها ظروف داخل بطوله عايز تكسب يا عيني عليك لا دي حقيقه والله صح دي حقيقه ما انا بقول لك انا ليه بقول اتحدى الظروف اللي قدامك انا بس بوصل للناس والساده المشاهدين ان حتى يعني كابتن اسلام مدير فني ولاعب بيزرع في اللعيبه ان ما فيش اعذار طبعا يعني صح لسه كابتن اشرف لسه انا بتفرج في التقرير على نوسكيوس دي كلمه اساس في شغلنا ما فيش اعذار اللي عايز ينجح ما فيش اعذار واحنا النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها اعذار في ظروف ضدك اقف ضد الظروف واشتغل مفيش حاجه اسمها كده اتدبست انت بقى اتدبست بس جمعت الاولاد قلت لهم بصوا اشتغلت يعني زي انا موضوع الحوافز دي النفسيه والمعنويه صحيح. انا اشهد لك بيها انا بصراحه بعرف اعملها أشهد يعني لك. بعرف اعملها كويس انا لعبت معاك وكنا في اوضه واحده وانا اشهد لك بيها لان يعني لو وكمان بعرف ازاي الاسلوب التعامل والعلاقه اللي بيني وبين مجموعه العمل بزرع جو ان انا هتحبني وانت بتشتغل معايا يعني هوصلك ان انت تعمل حاجه وانت بتحبها هايل انا الحمد لله بعرف اعمل دي هايل والفتره القصيره اللي بنشتغل فيها مفيش اسلحه تنفع غير دي اسبوعين ونص تعمل كام ايه طب خدوا كام درجه كده الولاد في ثانويه عامه لا انا مش عارف بصراحه بالظبط بس 9 درجات خلي بالك هو كابتن ياسر فتوح برده يعني ساعدني في حاجه احنا عندنا الولاد اللي ثانويه عامه 5 ولاد فيهم 3 مش محتاجين قوي الدرجات لان تعليمهم اي جي وامريكا وحاجات كده مش في اتنين هم اللي محتاجين الدرجات فلازم يتحطوا يعني لائحه الاتحاد بتقول ان هم لازم يتحطوا 50% من اجمالي عدد الماتشات ممتاز بلس 1 يعني طبعا. يعني لو مثلا 10 ماتشات يبقى 5 لا 6 اول مينيمم 5 احنا اوريدي كان اتلعب معانا في البطوله 5 تمهيدي و3 سيمي فاينل قال لي 8 كان المفروض في الفاينل 5 على اساس دوره مجموعه 6 فرق في 2 اعتذروا قلته عن 5 فبقوا 4 فرق يعني 3 ماتشات طب الحل يبقى الاجمالي 11 الولدين دول لعبوا كام الولدين دول قبل البطوله ما تبدا
كانوا اوريدي لعبوا 6 ماتشات من 8. حلو خلاص هم كده واخدين التميز. شال من عليا عبء ان انا، هو مش عبء بس هي الفكره كلها ان ايه، ان هو من الاول خد قرار صح فسهل عليك في الاخر. بالظبط. ما يزنقش الولاد، ما يزنقش الولاد ولا يزنقني ان انا اضطر ان انا اشارك ولاد عشان خاطر درجاتهم. طب خليني اسالك بس لو انا كنت اتزنقت، وانا كنت قبل ما تسال السؤال، لو انا كنت اتزنقت في حاجه زي كده طبعا لازم احط الولد. الله ينور. ما هي مصلحته. اه مصلحته صح في الاول وفي الاخر مصلحته. طب خليني اسالك بقى، انت استعنت بلعيبه من 18 سنه الفريق الاصغر. استعنت بمين وليه؟ انا لائحه الاتحاد بتقول ان انا من حقي احط في كل ماتش ولدين من 18 سنه. فانا كان عندي 5 فرقه 18 سنه بسم الله ما شاء الله كلها ممتازه. بس كان عندي 5 انا شايف ان هم اقرب 5 بروميسنج ان هم يلعبوا وسط ال 20. حلو. في فرق برضو قوه وسرعه بين الولاد بس طبعًا. فالخمسه اللي انا يعني هذكرهم دول هم اكتر 5 من وجهه نظري انا وكابتن ياسر ابو فتوح وكابتن سيد صابر كرئيس جهاز متفقين مبدئيا على الخمسه دول هم اكتر 5 يقدروا ياخدهم. لان كابتن ياسر ماسك 18 دلوقتي. فهو عارف وانتوا بتقعدوا مع بعض. وكان ماسك ال 20. ده الجميل في النادي الاهلي. عبد الله ناصر، عبد الله ناصر ومحمود وليد الولدين دول. عبد الله ناصر الصفقه الجديده اللي جايبينها من نادي الشمس. طب خليني بس اقول لك حاجه كابتن، انا اسف لفريق سبورتنج ماتش النادي الاهلي وماتش سبورتنج الكوارتر الاول خلص 27-15 والنتيجه دلوقتي 33-22 فرق 11 نقطه. ان شاء الله النادي الاهلي متفوق منذ البدايه اهو، ربنا يسهل ويكمله يا كابتن اسلام يا رب، ونتاهل لبعد بكره عشان نلاقي الاتحاد. الاتحاد كسب النهارده سموحه وتاهل تقريبا 85-66 وتاهل للنهائي. اذا كده كده الاتحاد نفس السيتويشن او نفس الموقف بيتكرر تاني في الكاس. الاتحاد تاهل ومنتظر اللي يتاهل من الاهلي وجزيره، ونفس الكلام دلوقتي في سبورتنج. احنا بنلعب سبورتنج والنادي الاتحاد يتاهل في المباراه اللي قبلنا على طول. كل التوفيق ان شاء الله، واكيد حتى لو احنا خرجنا يعني خلصنا البرنامج اي زميل هيجي بعدي هيقول لحضراتكم النتيجه ان شاء الله. اتفضل اتفضل يا كابتن. الخمس لعيبه اللي هو عبد الله ناصر الصفقه الجديده اللي جبناها من نادي الشمس السنه دي، ولد هايل، محمود وليد، الاثنين دول انا قلت اسميهم في الاول عشان دول في منتخب مصر، في معسكر منتخب مصر. فهم بالورق والقلم هم اجهز فنيا، ايديهم في الملعب. يعني الثلاثه التانيين مالك ابو الفتوح ابن كابتن ياسر الفتوح على فكره، يحيى، مؤمن طارق خايل. تمام. ثلاثه هايلين مع الاثنين التانيين، بس مؤمن كمان عشان فتره ثانويه عامه كان قاعد فتره كبيره في البيت والكلام ده. صحيح. مالك ويحيى كويسين بس برضو فتره كانوا قاعدين. هم عبد الله ناصر ومحمود وليد اكتر اثنين جاهزين لان هم في المعسكر المنتخب، وانت ما عندكش وقت تجهز حد. وانا ما عنديش وقت. ولكن الخمسه يصلحوا جدا لو هم في توب فورم، وانا اقدر كمان وسط المجموعه اوظف ده فين وده فين وده فين، لان انا عارف امكانيات كل واحد فيهم. فعبد الله ناصر ومحمود وليد لعبوا ماتشين من الثلاثه. عبد الله ناصر ريحته ماتش، ملكه فتوح لعب الثالث. ممتاز. طبعا انا بختار بناء على المراكز واحتياجاتي ايه اللي انا شايفه محتاجه هنا باخد من هنا، وده اوبشن كويس ليا لازم استخدمه. ان شاء الله السنه الجايه انا مع 20 سنه من اول الموسم نفس الفكره برضه. طبعا لازم. ممتاز، حتى بيبقى تجربه كويسه ليهم وكده. طبعا. وكمان الخمسه اللي انا قلت اسميهم دول اصلا اتمرنوا فوق مع كابتن اشرف. خلينا بقى اخش معاك كده في حاجات بقى ايه يعني، شويه نخرج بره شويه بقى مود التركيز والبطوله كده يا اسلام بقى. دلوقتي انت من جيل شريف علي وطارق خيري وهيثم السعيد ومين تاني كان معانا وكيدار، الاسامي دي كلها، قول لي مين اللي انت شايفه مثلا من الجيلين 18 و20 يبقى زي طارق خير، مين زي الغنام، مين زي شريف علي، مين زي كيدار؟ لا صعب صعب صعب. اصل انت قلت اسامي ناس، لا كل واحد تقيل في مكانه وفي مركزه. لا صعب يعني يمكن ممكن طارق خيري. لا ده هو ان شاء الله كمان يا رب. اوعى تقول لي اوعى تقولها. لا 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 هو ابوه نفسه يقولها. اوعى تقولها. لا والله ما شاء الله. لا طارق خيري نجم كبير جدا. نجم كبير. طبعا اتمنى ان مؤمن طبعا يكون كده، بس طارق خيري ساب بصمه. ان شاء الله يبقى احسن. بصمه كلاعب. ان شاء الله يبقى احسن. هو الولد امكانياته كويسه. عنده امكانيات جسمانيه يمكن احسن. ولاد ما شاء الله كابتن ياسر فتوح ولاده الاثنين. ياسر كابتن ياسر منتخب مصر. ما شاء الله. هو ولد معايا في ال 20 دلوقتي. بنت كابتن ياسر الفريق الاول. كره سله سيدات. في الفيرست تيم. ولاده الاثنين الاولاني معايا في البطوله دي، والثاني كنت بصعده من فرقه 18. السنه الجايه الاثنين معايا ما شاء الله. الاثنين معايا في فريق 20 سنه. ممتاز ممتاز جدا. حصلت لهم الطفره الجسمانيه مع الطفره الفنيه. لا الولاد ما شاء الله كويسين جدا. محمود وليد هايل الولد. اتطور جامد قوي واصغر ولد فيهم محمود وليد ده. طب كابتن اسلام، احنا صورنا تقرير مع اللاعبين
طبعا عشان نحتفل معاهم بحاجه زي كده. قالوا ايه ما حضرتش انا تغيير؟ لا انا عايزك تشوف قالوا ايه بقى. انا عايزك تشوف قالوا ايه عشان ايه الحساب يبقى عسير. مهم جدا اعرف. طب اعزائي المشاهدين نروح نشوف التقرير اللي صورناه مع اللاعبين وارجع لحضراتكم تاني. اصعب ماتش هو كان فيه ماتشين، ماتش الاولمبي عشان الاولمبي كان واخد اول اسكندريه وكسبان اتحاد السكندري، واتحاد السكندري طبعا فرقه كويسه جدا، فهو دوت كان ممثل لنا زي تهديد اللي هو دوت اول اسكندريه واحنا كنا خسرانين في الجزيره في بطوله المنطقه واخدين منها تاني، فهو كان اصعب ماتشين ماتش الاولمبي وماتش الجزيره عشان الجزيره كسبتنا مره في المنطقه، فاحنا كنا داخلين برده تحت ضغط شويه ان احنا ما ينفعش برده نخسر من الجزيره، احنا مهما كان النادي الاهلي نادي كبير ليه اسم ومتربيين فيه على المكسب من واحنا صغيرين، فهو كان اصعب ماتش ماتش الجزيره برده. البطوله دي بالنسبه لنا كانت صعبه عشان احنا كان عندنا وقف بسبب الكورونا، فوقفنا لمده 3 شهور، رجعنا كنا الفرقه كلها كانت مش جاهزه، كابتن اسلام علي عمل معانا شغل الفيتنس والباسكت، ف الحمد لله ربنا كرمنا المركز الاول. كانت فرقه الجزيره كانت بالنسبه لنا فرقه صعبه عشان كسبتنا في المنطقه، فكانت صعب ان احنا نعوضها، هي كانت فرقه محترمه يعني، فكانت صعب ان احنا نكسبها، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. النادي الاهلي معودنا ان احنا ايا كان في اي وضع في اي مكان واي وقت احنا لازم نبقى احسن فرقه في مصر كتمارين وكنفسيا وكروح. كابتن اسلام ما ريحش معانا خالص، كابتن اسلام فعلا كان تعبان معانا ما خدش اجازات، مدرب كبير جدا بصراحه انا بحبه جدا، اشتغل معانا كتير، تعب تمارين ما قصرش معانا في اي حاجه، ركز معانا في حاجات كتيره جدا، ما عمره ما قصر مع حد في حاجه، اهتم باللعيبه، رجع في لعيبه من كانت راجعه من اصابات رجعها ثقتها فيها، كانت لعيبه كتيره مصابه رجعت الثقه عندهم، راجعين برده في لعيبه كانت البدني عندهم كان راجعين من اجازه برده ما فيش، اهتم بالبدني، خد اسبوع بدني وبعد كده رجعنا نركز في البوسكت والفنيات وكل دوت. لا البطوله الحمد لله كانت اصعب ماتش نادي الجزيره، وبعد تعب 3 شهور احنا قاعدين 3 شهور في البيت وجينا اتمرنا شهر واحد وتعبنا فيه الحمد لله، والحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا البطوله. بالنسبه لاصعب ماتش في البطوله احنا كنا بناخد كل ماتش على حسب اليوم بتاعه، يعني ما كناش مثلا بنلعب اول ماتش بنفكر في الفاينل، واول ماتش مثلا يعني مثلا اول ماتش بنلعب الاولمبي كسبنا فرق بوينت، الماتش الفاينل ضد الجزيره اول وتاني كسبنا فرق 11، فكل ماتش كان بيبقى ليه صعوبته في وقت معين، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا واحنا اجتهدنا، وكابتن اسلام وكابتن ياسر فتوح تعبوا معانا جدا. الحمد لله كنا متوقعين ده عشان احنا طبعا تعبنا جدا، ربنا كرمنا الحمد لله، يعني حتى في كورونا كنا بنسال بعضنا بنتمرن لوحدنا في النادي او كل واحد بيتمرن لوحده يعني عشان نكسب البطوله دي، عشان طبعا بطوله الجمهوريه كان بقالها كتير جدا ما جاتش مع 20 سنه، فكان بالنسبه لنا يعني نحقق رقم قياسي جديد بالنسبه لنا طبعا حلم كبير جدا، الحمد لله حققناه طبعا الحمد لله. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستأنف حوارنا مع الكابتن اسلام علي المدير الفني لشباب كره السله واللي حصل على بطوله الجمهوريه. كابتن اسلام اللعيبه طبعا قالوا الكلام، انت بقى طبعا ايه حسبنا بعدين يعني فيها يعني في يعني لاعبين قالوا كلام كويس، دول يلعبوا يعني دول لازم يلعبوا كتير، دول ما هم دول اللي عاجبين السنه الجايه فعشان كده. لا اللي عاجبني الروح وعاجبني اللعيبه يعني مش حاسين انت مدير فني، حاسين انت واحد منهم. انا بس عايز اقول حاجه، انت كنت في بطوله افريقيا مع كابتن طارق خيري في الجهاز الفني وكنت في الدرجه الاولى، هل التجربه مع الدرجه الاولى ساعدتك لما نزلت مع الشباب والناشئين؟ كتير طبعا كتير. في المواقف في الدرجه الاولى بتبقى اصعب واقوى بكتير، بتدي قصدك ايه مواقف من نوع ايه؟ المواقف اللي بتقابلنا صعوبات، قصدك المواقف اللي صعوبتنا بتقابلنا في الملعب كصعوبه ماتشات، كمواقف بنتحط فيها كريتيكال تايم بقى، و الحاجات دي بتدي الخبرات فنيه وخبرات بتدي ثبات انفعالي شويه يعني. صحيح. المدرب لما يتحط في موقف زي اللعيب، زي ما اللعيب بياخد خبرات وبيبقى عنده ثقه تمام وبياخد بيجي له ثبات انفعالي بعد فتره، احنا برده كجهاز نفس الكلام. صحيح. الميزه في الجهاز اللي انت كنت بتتكلم عليه بتاع انا وكابتن طارق وكابتن شريف علي، جهاز هادي مش عصبي، صوته مش عالي يعني يعني قليل العصبيه. فده بيتعلم اكتر ويتعلم اسرع لانه مع الهدوء بيستفيد من المواقف وبيزيد الثبات الانفعالي بتاعه. ده طبعا كل ده بكلامه بعيد عن النواحي الفنيه. تمام. النواحي الفنيه طبعا انا اتعلمت طبعا من كابتن طارق كتير، وانا وكابتن طارق اتعلمنا برده من كابتن اشرف كتير. 43 انا اسف يا كابتن، نتيجه سبورتنج والاهلي 43-32، فرق 11 نقطه وفاضل دقيقه، كل التوفيق دي على الكوارتر الثاني، كل التوفيق طبعا للفريق النادي الاهلي، يا رب يتاهلوا ان شاء الله، واحنا كنا جبنا الكواليس لحضراتكم شوفوا التركيز قد ايه، يا رب ان شاء الله يتاهلوا وبعد بكره تبقى النهائي مع مباراه الاتحاد النهائي ان شاء الله. اتفضل يا كابتن اسف، لازم اقطع لا 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 ل
يوصلوا الفاينل. اتفضل يا كابتن. فبقول لك احنا انا اتعلمت من كابتن طارق حاجات طبعا في الباسكت، واحنا الاثنين اتعلمنا من كابتن اشرف، لان احنا عمرنا كلنا في مع كابتن اشرف توفيق طبعا الملعب مع كابتن اشرف توفيق. يعني انا ما كذبتش لما قلت ان كابتن اشرف توفيق دخل الباسكت الحديث في مصر. لا هو مش دخل الباسكت الحديث بس، يعني مع احترامي لكل المدربين اللي في جيل كابتن اشرف اللي كلهم اساتذتي طبعا يعني، بس بشهادتهم هم نفسهم يعني، لا كابتن اشرف في حته ثانيه يعني. يعني ربنا يديله الصحه يعني ان شاء الله ويكرمه ويكسب البطولتين اللي فاضلين في الموسم. لكن لا باسكت يعني من A to Z يعني كابتن اشرف، انا من ضمن الناس اللي انا بعتبر ان انا اخذت منهج كره سله من كابتن اشرف. كتيب يعني بس خدته عملي. عملي طبعا يعني، لا عملي كلاعب خلي بالك عملي وانا بلعب لكن وانا مدرب بكتب. بتكتب. ما هو مفيش مدرب ما ينفعش ما يكتبش طبعا. صح. طبعا صح. يعني كابتن اشرف طبعا هو زمان ما كانش فيه النت والحاجات اللي موجوده حاليا دلوقتي وتقدر تجيب شغل وتقدر كان في صعوبه عشان تجيب المعلومه. هو بقى لازم تجيب المعلومات باستمرار، سافر كتير واشترى كتب كتير واشترى سيديات كتير، فهو عنده كم معلومات وهو صراحه ما بخلش على اي حد فينا يعني. فانا خدت منه العلم مكتوب وخدت منه العلم في الملعب. احييك على الكلام ده يا كابتن. لا حقه لا 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 مش عشان حاجه، بدا بيدل على اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، ان واجيال بتعلم اجيال فعلا، ومش لا احنا بنلمسه في كل كلمه بتقولها. تمام يعني فانا زي ما بقول لك اتعلمت منهم كتير. اما جزئيه الثبات الانفعالي اللي كنت بقول لك عليها من شويه دي انا طلعت بيها من ماتشات الدرجه الاولى، لان في ضغط باستمرار طول السنه. بس عندك من زمان يا اسلام، ده انت كنت في الملعب يعني. تمام بس يعني اللعبه كنت حاجه قوي يا اسلام، انا فاهم تمسكني وكنت انا عارف بارد. انت هتقول كده بس يعني اللعبه برده حاجه وواقف على الخط حاجه ثانيه. صح. وبالذات كمان انت وانت بتلعب وانت في الخمسه كمان اللي في الملعب ما بتبقاش برده مشدود زي اللي بره. بره صح. زائد ان انت كمدرب انت ما بتلعبش، فانت ايدك ورجليك متكتفه بايد بايد اللعيبه، مش ما انت مش انت اللي بتشوط بالظبط. فانت حتى ممكن تبقى عامل شغل كويس والولاد حافظينك كويس وبيأدوا كويس والكره تيجي في حاليه وتطلع. صح. هتقف بره هيجي لك حاجه، عشان كده معظم مدربين الباسكت بقى يا بس خليني اسلم اقول حاجه يعني. انا طبعا بلغوني بالكنترول طبعا زمايلي الجمال ابراهيم الجمال ما شاء الله ربنا يحميه، عامل ماتش كويس جدا. والحقيقه والله حتى واحنا هناك انا كنت بتكلم مع الجمال في المباراه، قلت له يا جمال انت عليك عبء كبير، انت فيك ميزه الخبره والشباب ما شاء الله، وانت بتجمع بين الاثنين، وانا ان شاء الله مراهن عليك يا ابراهيم وان شاء الله تعمل وكل اللاعبين طبعا كل اللاعبين ورامي وهاب امين وعدلي وكل اللاعبين، مش عايز انسى حد. بس الحقيقه انا سعيد وهم بيبلغوني ان ابراهيم الجمال عامل مباراه كويسه، كل التوفيق لك يا ابراهيم ان شاء الله كل زمالك. انا اسف لان انا قاعد عايز اتفرج على الماتش، فطبعا انا يعني عايز اقول لك ان هو ربنا برضه عامل الحلقه في ميعاد الماتش يعني. ما هو بص لا احنا عايزين نقول ايه، ان هو انت حبك للنادي الاهلي او متابعتك للنادي الاهلي يعني في اي زمن وفي اي وقت مزبوط. ولكن احترامنا لجمهور النادي الاهلي لازم يكون في الملعب. اتفضل. كنا انت فصلتين كنا لا كنا بنقول على الثبات الانفعالي وان انت على اللاين غير طبعا اكيد لما بتكون جوه الملعب طبعا. أكيد. الموضوع مختلف، الخمسه اللي في الملعب برضو بيبقوا غير، مش حاسين بالضغط العصبي الرهيب. اكيد. انا ماتش الثلاث ماتشات الاخر بتوع فاينل الجمهوريه، اول ماتش زي ما قلت لك ماتش الاولمبي ده اصعب ماتش. الولاد مركزين والجيم ماشي بشكل كويس وطلعنا 15 16 بونت وماشيين بشكل كويس. لما ال 16 بونت دول في 3 دقائق يبقى بونت، يا خبر ابيض، عايزه بقى حاوي واقف على الخط بقى، وعايزه واحد هادي جدا. انا في ناس بتحسدني على هدوئي ده، انا في ناس بتيجي تقول لي انت ازاي واقف على الخط، اصل انت دي مش حاجه متعلمها دي فيك يعني. لا يعني والله عندك هدوء غير طبيعي مستفز يعني. يعني الحته دي ما احناش عمر وعارفين، فدي حاجه كويسه وهتخليك مدرب كويس ان شاء الله. انا شايف ان ده من ضمن الحاجات اللي بتخلي المدرب يعرف يفكر. يعني انا ممكن مثلا يبقى مثلا معايا مساعد مثلا كل شويه يجي يكلمني في ودني، كل شويه يجي يكلمني في ودني، ماشي حقه ده شغله تمام، يجي يقول لي بس ايه ممكن يفضل الزن الكتير ده بيخليني مثلا ممكن افصل. لا ما لازم يكون في هارموني بينك وبين المساعد زي ما انت قلت ان في هارموني بينك وبين مخطط الاحمال. اكيد اكيد اكيد. ف طول ما انا واقف على الخط انا ممكن ازعق في حاله مثلا معينه، مثلا لما اكون ايه بشجع الاولاد بقول لهم يلا رجاله، لكن تعليمات فنيه ما بحبش ازعق كتير، لان انا بطبعي انا لو يعني لازم ابقى هادي عشان اعرف افكر. صح.
والحمد لله بعرف افكر كويس والحمد لله بعرف اقرا الجيم كويس والظروف بتساعدني. طب اسلام على المستوى الشخصي بقى سيبك من الباسكت، انت تعرضت لحادثه جامده جدا حوالي سنه وشويه. يعني انت من هواه ركوب الموتوسيكلات، ولما كنت بعمل الفقره بتاعت الموتوسيكلات قال لي طب ما كنت تجيبني هيثم ده انا قديم يعني. بس انت بعد الشر يعني ربنا يبعدها عنك تاني، عملت حادثه جامده جدا بالموتوسيكل. كلمنا عن التجربه دي وازاي رجعت تاني. والله انا كنت ماشي بالموتوسيكل رايح شغلي الصبح بدري عادي جدا، الحمد لله جوه البلد مش على طريق، حته كده فيها رمله اتزحلقت الموتوسيكل اتزحلق، فخبطت في عربيه ماشيه. يا خبر ابيض. مش ما فقدتش الوعي بس دخت كده بتاع حوالي دقيقه. كنت لابس كل لابس الخوذه وكل حاجه، الخوذه طارت يعني. ف انا اللي لفت نظري ان اللي خبطتني واحده ست ومعاها بنوته صغنونه كده 7-8 سنين. يا حرام يا حرام. الاثنين نازلين من العربيه بيعيطوا. يا حرام. ف طبعا احنا عندنا زوجاتنا واولادنا وعندنا وحاسين بالبيت والكلام ده، ف هي مش غلطانه على فكره وانا مش غلطان برضه، هي انا الموتوسيكل اتزحلق فيها، بس هي يعني ايه لو كان راجل اللي سايق كان ممكن يتفاداني. يعني انا مش قصدي حاجه. لا لا طبعا. بس يعني ايه يعني. فالمهم نزلت طبعا بتعيط وخايفه وبتاع مش عارف ايه، انا في عز ما انا بتطمنهم. بصراحه قلت لها بقول لك ايه انا كويس ما فيهاش حاجه، انا الدم نازل من وشي ونازل كل حاجه مش عارف الدم. وكان معايا شنطه اللابتوب برده عمال الم فيها. انا كويس انا تمام هبقى تمام. قلت لها انا كويس ما فيش حاجه، خدي البنت وامشي. انا عارف طبعا ما تيجي شرطه مثلا تيجي اسعاف تيجي بتاع مش عارف ايه محضر هنا عايز تحل المحضر عايز تحل الموقف. قلت لها انا كويس خدي البنت وامشي بتاع مش عارف ايه، فخدت البنت ومشيت فعلا ما اعرفش. بس انت قعدت فتره تتعالج. لا وانا قعدت فتره في المكان الحادثه على ما فقت اصلا وشطفت نفسي والناس اتلمت وبتاع وطلعت على المستشفى. طب الموتوسيكل اخباره المهم انا عايز اقول لك ان انا رحت المستشفى سايق الموتوسيكل. والله فعلا. انا كان كل همي كمان الموتوسيكل ادوره يدور. ما هو اصل لو دار. طب الحمد لله دورت دار، رحت ايدي الشمال كده كانت على الدم اللي نازل وايدي اليمين سايق الموتوسيكل بالراحه قريب المستشفى ما كانتش بعيده يعني. وصلت عند المستشفى قلت للسايس خالي ده معاك بس على ما اخش جوه، قال لي ايه ده المنظر ده؟ اتخض. طبعا المنظر طبعا اكيد. دخلت على الطوارئ جوه و كابتن اسلام يمكن طبعا الحمد لله على سلامتك وربنا ما يعيدها. بسيطه يعني هي يعني جبس كده حوالي مثلا 6 اسابيع وكام غرزه كده في كام حته وخلاص يعني الدنيا مشيت يعني. طيب الفقرة الثانية خلصت 45-32، نتيجة كويسة يا رب يحافظوا على هذا الفرق والتقدم إن شاء الله، والفرق ده يتحافظ عليه بالدفاع إن شاء الله. طب كابتن إسلام قبل ما ننهي حلقتنا اللي أنا كنت سعيد بيها جدا جدا، والكاس يمكن معانا يمكن منورنا، أنا ببقى سعيد أول لما أشوف الكؤوس كده ومنورة الاستوديو، وإن شاء الله ده أول كاس يخش قناة النادي الأهلي. الكاس ده غالي عندي جدا جدا يعني على فكرة. خليني أقول إيه يعني أي واحد جواه بيبقى فيه أمنية هو مخبيها عن الناس وكده، طلع لي إيه أمنيتك؟ إيه أمنيتك في الفترة اللي جاية؟ في امنيه قريبه ان انا ان شاء الله في 20 سنه السنه الجايه ناخد بطوله المنطقه بطوله الجمهوريه بموسم من اوله، لان انا اول سنه اشتغل فيها لوحدي كان السنه دي على فكره. معايا فرقه 16 سنه، فرقه خامات كويسه جدا جدا امكانيات كويسه جدا، بس للاسف جيل سيء الحظ في النادي بقاله 4 سنين ما بيكسبش. اشتغلت معاهم ورعايه ربنا فيهم وهنلعب منطقه وجمهوريه، ربنا كرمنا وكسبنا منطقه جمهوريه. سبتهم الجمهوريه ما تلعبتش اصلا ما تلعبتش. فالحلم ما كملش كمل بس ربنا عوضني يعني، عشان بقول لك ده كاس غالي جدا لكل. انما السنه الجايه ان شاء الله مع فرقه 20 سنه اتمنى ان شاء الله ان انا تعتبر اول سنه بقى كامله ان شاء الله اشتغل لوحدي اكسب البطولتين باذن الله ان شاء الله، وهنجيب ترابيزه اكبر عشان نحط الكاسين باذن الله وتورتة. ان شاء الله وتورتة طبعا مهمه جدا. كابتن اسلام علي طبعا المدير الفني للشباب كره السله واللي حصل على بطوله الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا نورتني والف مليون مبروك. تسلم يا كابتن هيثم، وانا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وان شاء الله البطوله اللي جايه نيجي بالكاس وبالفرقه باذن الله. ان شاء الله تنور بيتك وقناه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده، استنونا ان شاء الله احنا يمكن الاربعاء اللي جاي مش طالعين عشان مباراه كره القدم، هنطلع الحد اللي بعده، واستنونا في حلقه جديده من الابطال، قصه جديده وبطل جديد. شكرا جزيلا.